يلا يلا هنفتح لعبة سكراتش. دي اللعبة دي بتخلي الواحد يتعلم برمجة بسهولة جدا اهي. بص يلا نلعب انا وانت. هنعمل ايه؟ اللعبة دي عبارة عن ايه يا ميزو؟ ايه؟ بص دي حاجات، انت اللي عامل الحاجات دول ولا انا اللي عاملهم؟ مين اللي عامل الالعاب دي كلها؟ انا طيب بص، لما بنيجي نبدأ جديد بندوس على الزرار. ده ماشي شطورة. بيعمل حاجة النهارده. عايزين نخليه يمشي، نختار ايه عشان يمشي؟ ناخد دي كده ونخليه يمشي ايوه شوية عايز، كده. دي خطوة واحدة، عايزين نمشي حاجات كتيرة بقى. يلا وصلنا بعد كده، هيرجع كده هيطلع لفوق. شايف الرقم ده؟ تسعى الرقم ده؟ تسعى على اي رقم فيهم؟ لا تسعى الرقم اللي تحت السهم. الرقم ده بتقوله بقى عايز يمشي كام خطوة. ماشي خلاص، هيمشي 55 خطوة. بس او ادوس كده خليه يتحرك. طيب خلينا بدل 55 دول نخليهم 5 بس. طيب عايزين نضيف صوت. يبقى تدوس على دي كده. مايك. يلا سجل، قول انا أنا فلاش. فلاش. بس يلا نسيت حاجة. سجل تاني، سجل سجل. قول انا فلاش. قول. أنا فلاش. طب يلا انت بتضيفها ازاي؟ اللي هي دي تحطها يلا ضيف بقى اللي انت عايزه كده. يعني هتحط ال يلا. ماشي. يلا خلاص خلاص، بس تاني كده. ألف ليش؟ طيب تعالى ايه دي، بص بقى ميزه ايه دوت ده هنا بقى، خليه يتكلم مثلا، يكتب كلمه معينه. ماشي خلينا نحطها كده بالصوت. يلا بص بيعمل ايه، هيمشي وبعد كده هيقول كلمة هولا. ممكن الكلمة دي نغيرها، ندوس كده ونكتب بقى ايه، نخليه يكتب معايز. استنى هكتب لك انا معايز، هكتب لك انا معايز. ام ام او اي زد. زد. طيب خلينا نضيف واحدة كمان، خليه هو يتحرك كده. يقول معز. يقول معايز. لا شفت كده لما كتبت له صوت راح قايل. طيب عايزين نضيف حاجة تانية غير القطة، دوس انت بقى. هنضيف واحدة غير القطة ازاي؟ يعني هنقول له ايه؟ عايزين حاجة تانية القطة كمان. قطة كمان؟ ايوه انا واحدة من دول. انت خليتهم كلهم حمر كده ليه؟ طيب دي حاجة تانية، دي اي حاجة تانية مش لازم قطة. انت عملت لهم كلهم احمر، مفيش حاجة تانية غير الوان تانية يا معاذ. اجيب الحيوان ده اهو. ماشي كلب. ماشي انت بتحب الكلاب؟ قصدي كلاب حمرا. الكلاب بقى ضيف له شوية حاجات، ضيف له شوية حاجات. انا عشان الكلاب. طب ماشي انت ممكن تقعد تلونه وتضيف كل حاجة، خلاص خليه بنفس اللون بتاعه، خليه بنفس اللون بتاعه. طيب لا عايزينه يتحرك بقى. لازم الون لو رجلي باللون الاحمر. كل الحيوانات عندك هتعمل غابة حمراء. خلاص كفاية كده يلا. طيب عايز يتحرك ازاي بقى؟ يلا خليه يتحرك. كده اتحرك خطوة قدام وخطوة لورا، خطوة لفوق خطوة لتحت، وهنا هيلف بقى. يلا الزام في بعض، استنى خلينا نقول له موافقين. طيب بص يا ميزو عشان تبدأ، كفاية كده كفاية كده. عشان تبدأ ممكن تعمل ايه؟ تروح تدوس على العلامة دي. لو شايفة؟ عاوزين نسجل حاجة كمان. ماشي سجل حاجة كمان. لو عاوزين نعمل حاجة كمان. هات الرجل الساحر ده، هات ده وزارت ده. الساحر. ماشي يلا. هو القط بص ده. تدوس على على ده. شو الوقت اتحرك ازاي؟ الكلب.